السلام عليكم، ازيكم؟ انا دكتورة رضوى، مدرس كلينيكال باثولوجي. المفروض ان انا هديكم كلينيكال مايكروبيولوجي. وكلمة مايكروبيولوجي عشان ناس كتير يعني بتفهمها ان هي بكتيريا بس. المايكروبيولوجي بيخص اي مايكرو اورجانيزم، سواء بكتيريا سواء فيرال فانجل بروتوزوال، كله ده بيدخل تحت مسمى المايكروبيولوجي. تمام. فانا دلوقتي عندي كلينيشن في قسم الاقسام وبيقول لي انا شاكك ان البيشنت بتاعي عنده انفكشن بكتيريال فيرال. هو بيقول لي من الساين والسيمتوم ممكن تكون اقرب لايه، وبيقول لي انا عايز اعرف ايه الانفكشن دي، ايه الاورجانيزم، وايه لو هي بكتيريال او كده. بنشوف ايه الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي اللي تنفع معايا عشان نستخدمها في التريتمنت. فأول حاجة في الميكروبيولوجي دياجنوزيس الميثودز بتاعتها، أول حاجة إن احنا بناخد الهيستوري عند كلينيكال اكزامينيشن. الهيستوري لازم نعرف الانتيبيوتيك انتيك، هو واخد اوريدي انتيبيوتيك ولا لأ، وهل في ريسبونس منه ولا لأ، عشان نعرف بعد كده لما نيجي نحط الديسك بتاعت الانتيبيوتيك في المزرعة نعرف هو ريزيستنت لايه وسنسيتيف لايه من البدايه. نشوف برضو لو عنده اي دراج اليرجي، عشان برضو ناخد بالنا في اثناء المزرعه لما نحط الانتيبيوتيك بتاعتنا عشان نشوف السنسيتيفيتي بتاعه البكتيريا دي. ترافلينج ابرود، في طبعا اماكن معروف ان فيها انديميك، ان هي انديميك يعني لبعض انفكشن، وبالتالي انا ده كله ده هيساعدني في ان انا اخد فكرة في الاول عن احتمالية ايه اللي ممكن الاقيه في البيشنت ده هو اللي عامل له انفكشن. الاوكيوبيشن بتاعه، في حاجات الناس اللي هي البوشر، الحاجات اللي بتشتغل في الجزار، او ان هم بيبقى في احتكاك بانيمالز او كده، الناس اللي مربيين مثلا قطط ودوجز، كله ده هيساعدني في ان انا اتوقع من ان انا ببقى عارفة من قبل كده الاورجانيزم اللي بيتنقل عن طريق الحاجات دي، وبالتالي كله ده هيساعدني في تشخيص الانفكشن دي، واعرف يوصلني بالظبط لديفينيت اورجانيزم بعدها اعمل الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي بتاعتي. اللابوراتوري دايجنوزيس، خلاص انا خدت الهيستوري وعملت الاكزامينيشن، انا دلوقتي هبدأ ان انا اشوف السامبل اللي انا هاخدها عشان اشتغل عليها. اول حاجة انها لازم تبقى collected under aseptic technique، لازم اعمل sterilization كويس للمكان، لازم لو انا مثلا عينت يورين اعمل cleaning، لان الاماكن دي كلها سواء السكن سواء اليوريثرال opening genital orifice كل الاماكن دي فيها طبعا نورمال فلورا، وده ممكن يعمل لي مس دايجنوزس ان انا بفتكر ان الاورجانيزم ده هو السبب، هو اللي عامل انفكشن، وبدي على اساسه تريتمنت غلط وهي بتبقى نورمال فلورا. فلازم في البكتيريا او المايكروبيولوجي لازم السامبل بتاعتي، يعني انا لو هعمل يورين اناليسيس عادي مش هيفرق معايا انها تبقى كونتمنت او لا. تمام. لكن انا بتكلم ان انا دلوقتي عايز اعرف اورجانيزم عامل انفكشن، فلازم تبقى under complete aseptic condition. تمام. تاني حاجه رابت ترانسبورت اول سبيسمن، رابت ترانسبورت لان انا ممكن اثناء لو هي اتراكنت العينه ده اورجانيزم في كونديشن مثلا جو حر جو برد ما تطلعش فيها، ف ممكن تموت الاورجانيزم اللي عندي او من دراينس الجفاف، وبالتالي اجي اعمل الكالتشر بتاعتي الاقي ان مفيش اورجانيزم، وساعتها اشخص واقول لا ده البيشنت ده ما عندهوش اي بكتيريال انفكشن، مفيش اي حاجه انا الاقيها في السامبل دي، وده يكون بسبب ان انا اتاخرت يعني عقبال ما يعني في ناس تسحب العينه مثلا في الاقسام وتركنها، السواب ممكن ينشف، كل ده في الاخر هيؤدي الى ان انا هطلع دايجنوز غلط، هقول ان هو مفيش اورجانيزم
وهو يكون فعليا البيشنت عنده بكتيريا انفكشن او مايكروبيال انفكشن. تمام. كل all specimens must have the following character. طيب ايه الكاركتر وامتى اعمل ريجكشن، يعني امتى اخد اقبل السامبل دي واشتغل عليها واقول ان هي هتوصلني للدياجنوز الصح، وامتى اقول لا ما انا مش هينفع اخد السامبل دي. اول حاجه البروبر تايم اوف كولكشن، لازم اكون عارفه ان العينه دي اتاخدت في الوقت الصح، بمعنى ان انا لو بيشنت عنده اتاكس اوف فيفر ما ينفعش اخدها في التوقيت اللي هو مفهوش فيفر، لان انا مثلا عارفة ان التوقيت بتاع الفيفر ده هو اللي بيبقى الأورجانيزم فيه في البلد زي relapsing فيفر. تمام. فانا لازم اختار التايم اللي انا هاخد فيه السامبل بتاعتي. خلاص. بعد كده proper type of specimen، ان انا لازم بعرفة هو البيشنت بيشتكي من يوريك تراكت انفكشن، ما ينفعش اروح واخداله بلاد كالتشر واقول خلاص انا البلاد هيطلع فيها هيشخص لي ايه الاورجانيزم. فانا لازم على حسب السايت بتاعت الانفكشن تكون نوع السامبل. تمام. ويز مينيمال كونتامينيشن، زي ما قلنا طبعا اي كونتامينيشن في العينه بتاعت البكتيريا او الميكروبيولوجي عامه، اي كونتامينيشن هيؤدي الى فولس ريزلت لان احنا بنتعامل مع مايكرو اورجانيزم، وبالتالي اي حاجه متشابهه زيه ممكن تطلع لي ريزلت وامشي عليها في الاخر ما يكونش هي السبب فعليا اللي عامل الانفكشن للبيشنت. رابع حاجه انها تبقى ادكويت ان كوانتيتي، لازم الكميه بتاعتي تبقى كويسه عشان اعرف اشتغل منها الكالشر بتاعتي، اعمل منها دايركت سمير، اعرف اعمل لها ويت سمير. فلو هي العينه بتاعتي صغيره انا مش هعرف اشتغل منها الحاجات دي كلها. امتى زي ما قلنا نعمل ريجكشن، يعني تجي لي السامبل واعمل لها ريجكشن واقول لا انا مش هينفع اخد السامبل دي اشتغل منها لان انا كده هطلع فولس ريزلت. اني سبيسمن ان فورمالين اكسبت تشو سبيسمن، يعني اي عينه جايه لي محطوطه في فورمالين ريجكت على طول، انا ما ينفعش اشتغل عينه ادور فيها على مايكرو اورجانيزم وهي فيها فورمالين ما عدا التشو سبيسمن، عشان انا طبعا دي ببقى عايزه احافظ عليها يعني. تمام. سنجل سواب سنت فور مالتيبل بيربز، يعني انا مبعوت لي سواب وعايزه اعمل منه كذا مزرعه. طب ما انا لما هاجي ازرع في اول واحده تاني واحده خلاص السواب خلص مفهوش، فالمزارع الباقيه هتطلع لي نتيجه غلط، هيقول لي نجرس ساعتها هبقى ما بين هو يا ترى الاورجانيزم ده طلع على دي وما طلعش على دي، ولا فعليا العينه ما كانتش كافيه ان انا اشتغل بيها كل الحاجات دي. تمام. كراك دي كونتينر، احنا طبعا لازم الكونتينر بتاعي لازم يكون استرايل، لازم لازم لازم، ما ينفعش ابدا اقبل عينه ان انا هعمل لها كلشر او هشتغل عليها الحاجه مايكروبيال اورجانيزم يعني الا لازم تكون في حاجه استرايل. تمام. الكراك دو كونتينر ما يبقاش متشقق، ما يبقاش واقع مكبوب عليها من بره. ان ليبل سبيسمن، طبعا لازم العينه احط عليها الاي دي واحط عليها ليبل واقول دي اسم البيشنت بتاعها والحاجه المطلوبه ليها، ولو هو مثلا محجوز في قسم بعرفه القسم ده عشان ما يحصلش لخبطه. فانا لو جايه لي عينه مش عليها الاسم بتاعها ومش هقبلها، مش عرفني دي بتاعت مين، مش عرفني ان انا اقول ان دي فيها كذا والبيشنت ده ياخد تريتمنت وما يكونش هو اللي محتاج تريتمنت. فانا لازم طبعا العينه تبقى عليها الاي دي بتاعها، وزي ما قلنا الكونتامينيت سبيسمنت دي مرفوضه تماما 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 في شغل المايكروبيولوجي. laboratory examination، اول حاجه انا خلاص قلنا جات لي السامبل بتاعتي وتاكدنا ان هي خلاص في التايم المظبوط والتايب بتاعها مظبوط، وقلنا ان ما فيهاش كونتامينيشن مش كراكد وانها ليبلد وكل حاجه وخلاص السامبل بتاعتي مظبوطه. اول حاجه هبدا بقى اعمل لها examination في المعمل عندي. اول حاجه الميكروسكوبيك examination، قبل اي حاجه لازم ابص عليها كده بنقول عليها ماكروسكوبيك او فيزيكالي، ان انا ببص على الاسبكت بتاعها اذا كانت كلير
تربت بلادي، اشوف الكونسيستنس بتاعها، لو عينة ستول مثلا اشوف فيها بلاد او ميوكس، هي ممكن اشوف ورم، بارازيتك ورم، وانا بالعين كده خلاص يبقى كده انا شخصت ايه الاورجانيزم اللي عامل المشكلة عند البيشنت. تمام، مهم جدا جدا ده، برضو بيديني فكرة عن انا هشوف ايه، لان انا في الاخر عبارة ان انا زي البازل كده بحط ده جنب ده جنب ده، اذا في الاخر الاورجانيزم اللي عامل الانفكشن ده عبارة عن كذا. تمام، بعد ما عملنا فيزيكال او ماكروسكوبيك اكزامينيشن بنعمل المايكروسكوبيك اكزامينيشن. اول حاجة في المايكروسكوبيك اكزامينيشن الويت سمير. ويت سمير يعني عينة يورين، عينة ستول. بعمل ايه؟ بفحصها اناليسيس، باخد منها نقطة اليورين، بعمله سنتريفيكيشن واخد السيدمنت بتاعه وبحطه على كلين سلايد، شريحة ازاز نظيفة، وبروح حاطط عليها نقطة من السيدمنت ده وبحط عليها كفر وافحصها. ليه؟ انا ممكن ابص تحت الميكروسكوب الاقي اليورين ده هو اصلا الكلينيشن بعت لي بيقول لي انا شاكك ان في يوريتراكت انفكشن، ممكن ببص الاقي بص وملاقيش فيها بكتيريا، مش هشوف بكتيريا تحت اللي هي في العينه الويت، انا لسه كله ده ما زرعتش وعملت اي حاجه، انا مجرد ان انا دلوقتي بفحص عشان اشوف همشي ازاي. طيب انا في بص وما فيش، وهو الكلينيشن بيقول لي لا في ساين اوف انفكشن انا شايفها واضحه عند البيشنت، ساعتها انا دماغي هتيجي ان انا ممكن يبقى في استرايل بايوريا. استرايل بايوريا دي هنتكلم عليها بعدين، هناخدها بالتفصيل، بس من الحاجة دلوقتي لو أنا فحصت يعني مايكروسكوب هتديني فكرة. لو جيت بعد كده المزرعة أنا شايف بعمل اليورين، ببص مفهوش أصلا لا بص ولا بكتيريا وكلير وكل حاجة، وجاي بعد كده شايف المزرعة فيها جروس. طب الجروس ده جه منين؟ طب موارد تكون كونتامينيشن أثناء الشغل بتاعي أنا وأنا شغال. فالويت سمير مهم جدا جدا، وبيديني فكرة عن ايه اللي ممكن هلاقيه بعد كده في الكالتشر بتاعتي، او لو في اي تكنيكال ايرور اثناء شغلي انا، زي ما قلنا ان انا بفحص الاقي ما فيش لا بص ولا في بكتيريا والعينه كلين تماما ما فيهاش اي حاجه، ومع ذلك ابص عامله الكالتشر الاقي في عندي جروس، في بكتيريا، في كولونيز موجوده على الطبق. ده قبل ما ابعت ريبورت للكنيشن اقول له ده انت عندك كذا وكذا، لازم اتاكد من شغلي انا، اعيد المزرعه تاني، اخد منه سامبل تانيه، مفيش مشكله. بس الويت سمير ده مهم ان هو بيديني برضو فكرة عن لما اشوف، زي ما قلنا هي عبارة عن بازل بحط كل قطعة وانا ماشية سيستماتيكالي عشان اوصل لايه الانفكشن اللي عندي. خلاص، الستول برضو بفحصه من ضمن الويت سمير، بشوف فيه اي بارازايت، بشوف هو نفسه فيه بكتيريا، ممكن يبقى عنده بكتيريا ديزنتري، او ممكن اعرف ان هو بروتوزوال بارازيتك ديزنتري حسب ما هلاقي في الويت سمير. تمام، وعلى اساسها همشي بقى اذا كنت هعمل كالشر ولا خلاص لقيت اي بارازايت ايج او سيست او تروفوزويد بتاع اي بروتوزوا، فخلاص انا كده ابقى شخصت وعرفت ايه المشكله اللي عند البيشنت دي. او لو انا لقيت خلاص بكتيريا لا وما فيش اي حاجه بارازيتك، بقول ان دي بكتيريا الانفكشن ومحتاج ان انا ريكومند الكلينيشن ان انا يعمل لي مزرعه. تمام، الحاجة اللي بعد كده في المايكروسكوب اكزامينيشن ان انا بعمل دايركت سمير. دايركت سمير الستند سمير بتاعي انا ممكن بعمله بجرام او زن نيلسون حسب برضو ما انا من الهيستوري اللي انا واخداه ومن الكلينيشن قايل لي ايه الحاجات اللي شايفها في البيشنت، ساعتها بعمل جرام. الستند سمير طبعا الدايركت ده يعني ليه بنفيت كتيرة، أحيانا إن أنا ممكن أشخص الحالة من جاست بس دايركت سمير أو ستند سمير. إيه الفرق بينه وبين السمير التاني؟ يعني الفكرة إن إحنا ده بنعمله دايركت على طول، بناخد العينة ونفردها على السلايد ونصبغ ونشوف تحت الميكروسكوب، ما بتاخدش أصلا وقت ولا أي حاجة. إيه حالات زي الجونوريا، نيسيريا جونوريا دي بتتشخص من دايركت سمير. حالات المنجايتس برضو ان انا بلاقي المننجيوكوكاي،
انا باخد برضو فكرة مبدئية، لو هو حتى يورين ممكن اشوف فيها الدي جرام بوزيتيف، ابقى متوقع ان فيها ايه، فببلغ الكلينيشن وبقول له خد بالك احنا عندنا جرام بوزيتيف كوكاي، ولسه هنشوف يعني البيشنت بتاعك فيه فعليا انفكشن، مش ان هو لا نجرس او كده يعني. برضو بيديني فكرة عن اللي جاي، اللي انا هشوفه بعد كده، او ان انا بدي تقرير مبدئي للكلينيشن بقول له خد بالك انت عندك الاورجانيزم الفلاني، وغالبا هناخد البانلز بتاعت الحاجات الجرام بوزيتيف، لان بعد كده في الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي اللي بنحطها في حاجات معينة للجرام بوزيتيف وحاجات معينة للجرام نيجاتيف. طبعا انتوا من معلوماتكم في المايكروبيولوجي اللي خدناها في سنة تالتة، او مش عارفة انتوا خدتوه في تالتة تقريبا، احنا خدناه في تالتة، مش عارفة انتوا خدتوه في سنة كام عشان النظام الجديد وكده. فاحنا المايكرو عارفين طبعا ان البكتيريا بتتقسم لجرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وبعد كده الجرام بوزيتيف ممكن تبقى كوكاي او بسيلاي، والجرام نيجاتيف ممكن تبقى كوكاي او بسيلاي او سبايروكيتس، تمام؟ كلهم هما يعني الجرام بوزيتيف كوكاي بسيلاي سبايروكيتس، والتانيين برضو جرام نيجاتيف كوكاي بسيلاي وسبايروكيتس، تمام؟ وفي طبعا حسب الارنجمنت بتاعها، اذا كانت في كلاستر، اذا كانت في تشين، اذا كانت دبلو كوكاي او دبلو باسيلاي، تمام. فالستين دي سمير طبعا هيديني فكرة في حالة الدفتيريا، بنشوف الكوراين بكتيريا من دفتيريا، الحاجات دي كلها اول ما بنشوفها بنبلغ على طول الكلينيشن، بنقول له خد بالك انت عندك حالة مثلا منجايتس، انا شايف انت بعت لي سي اس اف عملت منه ستين دي سمير دايركت ستيند سمير، لقيت فيه ديبلوكوكاي جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، طب خلاص انا لازم ببلغه اقول له خد بالك ان العيان بتاعك ده فيه مننجايتس. بعد كده هكمل، بس هو ساعتها هيبدا يديله امبيريكال تريتمنت معروفه خلاص ان دي مننجوكوكاي اللي انا شايفها، لا انا الاقي فيها جرام بوزيتيف كوكاي، لا لا ده ممكن يبقى استافيلو ستريبت حسب ما انا هشوف، تمام. بعد كده ممكن نفحص زي ما قلنا برضو الميكروسكوبيك، من ضمنه الاميونو فلوريسنت، في حاجات بنفحصها بنشوفها زي الكوليرا، لا الكوليرا بنشوفها بالدارك جراوند، الاميونو فلوريسنت ممكن السيفلس بنشوف الدارك جراوند اليمونيشن زي ما قلنا، الكوليرا الالكترون مايكروسكوبي، الحاجات دي كلها بتساعدنا ان احنا ندي برايمري دايجنوزس او بنقول عليه preliminary diagnosis لغاية ما نكمل ونشوف هيطلع لنا ايه في الاخر، تمام. خلاص عملنا الماكروسكوبيك وفحصنا مايكروسكوبيك، هنعمل كالتشر. احنا خلاص عرفنا ان انا عندي دلوقتي في microbial infection، في bacterial infection، تمام، لان الحاجات دي طبعا كلها مش هنعرف نشوفها لو هي viral. فاحنا بنتكلم، احنا زي ما قلنا الميكروبيولوجي ده بيشمل كل انواع الانفكشن، بس حاليا اللي انا بتكلم عليه ان انا اعمل كلشر على ميديا ده بكتيريال، الفيرال مش بيطلع على الاوردينري ميديا بتاعتنا طبعا، لانه هو بيعتمد على السيل كلشر، تمام. الكلشر بتاعت السامبل ايروبيك اور انيروبيك ميديا، طبعا احنا برضو من معلوماتنا في المايكروبيولوجي اللي خدناها قبل كده، احنا عندنا في اورجانيزم ايروبيك خلاص هيطلع في وجود الاكسجين، والانيروب ده لا هيحصل له ديس في وجود الاكسجين، تمام. اوردينري اور سيلكتيف ميديا زي ما قلنا احنا ماشيين سيستميكالي، وكل الخطوات اللي فاتت بتساعدني، وبرضه الهيستوري بيساعدني، والمعلومات اللي انا عارفها من الكنشة كله ده بيساعدني ان انا اختار الميديا اللي انا هزرع عليها. كل المعامل لازم البلاد كلشر ده اساسي، اللي هي الانريتشد ميديا، احنا عندنا طبعا سيمبل وانريتشد وسيلكتيف وديفرنشال، تمام. السيمبل ميديا اللي هي النيوترنت اجار يعني مش هيطلع عليه كل حاجه، فهي مش بتبقى مفيده قوي، احيانا بنعمل عليها بنحط بنستخدمها يعني بنعملها سنسيفتي لو احنا ما عندناش المولر هينتون، تمام. الحاجة التانية الانريتشد ميديا، ودي اساسي اللي هي البلاد، وفي انريتشد زي اللوفلر سيرم دي تعتبر من انريتشد ميديا للكوراي بكتيريا ديفتيريا، الشوكليت اجار
للنيسيريا والهيموفيلس انفلونزا، ده كله ده بنستخدمه على شغلة ميديا. دلوقتي انا لو عندي خلاص جاي لي يوريثرال ديسشارج، فانا هبقى شاكك ان ده ممكن تبقى جونوريه، يبقى ساعتها هزرع على ايه؟ هزرع على بلود، ازرع على مكونكي، واعمل حساب ان انا ازرع على تشوكلت. لو عندي عايز بيوتن برضو شاكك فيها ان ممكن تبقى فيها هيموفيلس انفلونزا او انيم كوكاي، ده ساعتها بزرع لازم على بلود ولازم اضيف معاها التشوكلت. في حاجات سيلكتيف للنيسيريا زي الساير مارتن ميديا للنيسيريا، التي بي طبعا خلاص انا شاكك انه ده يكون تي بي، عملت سمير ولاقي فيه الباسيلاي بتاعت التي بي، خلاص انا ساعتها بزرع على اللوفنشتاين ميديا. اللوفنشتاين ميديا ودرزة ايج لو رجعنا للمايكرو بتاع سنة تالتة هنعرف ان ده الفرق بينهم، ان الدرزة ايج دي بنستخدمها للعينات الاسترايل اللي انا مش شاكك ان ممكن يكون فيها اي نورمال فلورا. اللوفنشتاين ميديا بتعمل انهبيشن لاي حاجة تانية مع التي بي، فهي لو عينة جاية من مكان زي السبيوتم زي الستول زي باص ده نزرعها على اللوفنشتاين، لكن لو جاية من مكان سترايل زي السي اس اف فاحنا بنزرعها على الدرزة ايج. تمام، قلنا خلاص اللوفر سيرم او التولرايت بلاد اجار. التولرايت بلاد اجار بنسميه عشان فيه سيرو تايب للكورين بكتيريوم ديفتري. تمام، انتم المديات مفروض يعني تبقى عندكم فكرة عنها، ضروري جدا انتوا تبقوا عارفين ايه الفرق بين السامبل والانريتشد والسيلكتيف والديفرنشال. السيلكتيف انا بختار يعني بيختار لي حاجة معينة وبتبقى فيها الميديا مادة بتعمل انهيبيشن لكل حاجة ما عدا الحاجة دي، زي مثلا السكيروز ميديا بتاعت ال انا مش فاكره والله، كان في هفتكر هلكم في نوع من الدارية بتعملها حاجه زي تبع السبايرال كيتس بس مش فاكراها، ما هفتكرها لكم. هي الفكره ان دي نوع من الميديا بيبقى مضاف عليها انتيبيوتكس معينه علشان تعمل انهيبيشن لكل حاجه ما عدا البكتيريا دي، خلاص دي بنقول عليها سيلكتيف، او ان هي بتعمل انهبيشن للنورمال فلورا خلاص وهتطلع دي. في احيان بيبقى سيرو تايب للبكتيريا زي الكلورايد دي بيبان عليها بتدي الكالرز، بتدي بلاك كالرز وجراي حسب السيرو تايب بتاعت الدفتيريا، يعني حتى الاورجانيزم نفسه ممكن اعرف انواعه. حاجة بعد كده الديفرنشيال بيبقى فيها صبغة بتديني لون، بتعمل او فرمنتيشن لنوع من الشجر فسواء جلوكوز لاكتوز، فساعتها بنقول عليها البايوكيميكال رياكشن بنعرف بيها ده ايه، يعني زي الانتيروبكترياسي دي بنستخدم لها الماكونكي، والماكونكي بنلاقي عليها لاكتوز فرمنتر ونان لاكتوز فرمنتر حسب اللون بتاعها، اذا كان بينك بنقول ده لاكتوز والتاني بتبقى نون لاكتوز، هي بتعمل فرمنتيشن لللاكتوز فبتحول الميديا لاسيدك، وبيبقى عندي فيه انديكيتور بيتغير اللون بتاعه حسب البي اتش بتاع الميديا، ودي بنوعها ديفرنشال. وده لا يمنع ان في سيلكتيف يبقى ديفرنشال والديفرنشال يبقى سيلكتيف. انواع الميديات يعني حاولوا تراجعوها يبقى عندكم فكرة عنها، بس ده احنا بنتكلم ان احنا ان الخطوات اللي احنا مشينا فيها كلها بتساعدنا في اختيار نوع الميديا اللي احنا هنزرع عليها على حسب ما انا سسبكت من البداية ده ممكن يكون ايه. بعد كده احنا كل ده بنتكلم عشان احنا ما نتوش في المايكروبيولوجيكال دياجنوزيس، ان انا في انفكشن وعايز اعرف ايه هي الاورجانيزم اللي عامل الانفكشن دي. فاول حاجه احنا ساعتها قلنا بدانا بالهيستوري اكزامينشن، بعد كده في اللابوراتوري اكزامينشن، قلنا اول حاجه فيها السامبل، بعد السامبل قلنا في عندنا مايكروسكوبيك اكزامينشن والماكروسكوبيك الاول طبعا او الفيزيكال، وبعد كده المايكروسكوبيك، بعد كده قلنا الكالتشر، رابع حاجه عندنا الدايركت انتيجين ديتكشن،
هو عبارة عن انتجين، سواء فيرال او بكتيريال او كل بروتوزوال او فانجل، ده كله عبارة عن انتجين. فانا ممكن اعمل دايركت ديتكشن للانتجين ده عن طريق الاليزا، زي ال ايه زي الاتش بايلوري، ان انا ممكن بستخدم الاليزا اوريدي، اميونو اسي والاميونو فلوريسنس الاميونو سايتوكيمستري واللاتكس، كل الحاجات دي بدور فيها على الانتيجين. تمام، انا ممكن اعمل دايركت ديتكشن للهيباتيتس اي فيروس انتيجين في الاسطول، ممكن اعمل زي ما قلنا الاتش بايلوري الهيليكوباكتر بايلوري. تمام، لو بيشنت شاكك ان في جاسترايتس او في حاجه، عشان نعمل ديتكشن للاتش بايلوري فبدور على الانتيجين بتاعه. تمام، او زي ما قلنا الهيباتيتس بي فيروس، مش شرط زي ما قلنا مش شرط تبقى بكتيريال بس. اللاتكس ده ايه زي ايه اللاتكس عندنا؟ زي مثلا الستريبتوكوكر، الستريبتوكوكاي عامة، الستريبتوكوكال فاميلي دي بتتقسم حسب الهيموليسيس بتاعها على الطبق على الكالشر. وفي اللانس فيلد كلاسيفيكيشن، لانس فيلد ده اسم العالم قسم الستريبتوكوكاي على حسب الانتيجين الكربوهيدرات اللي موجود في الول بتاعها. تمام، فقسمناها لجروب A وجروب B ودي وسي. فاحنا لو عندنا انتي بودي للانتيجين ده، فاحنا ممكن يعني ده اللي حصل فعلا وموجود، ان بنجيب زي فايل كده بنحط بس نقطتين، يعني ناخد الكولوني بتاعت البكتيريا لو انا شاكك ان دي ستريبتوكوكاي، من المورفولوجي بتاعها، من الميكروسكوب اكزامينشن، من كل حاجه، جيت حطيت نقطه عليها، بيحصل اجلوتينيشن بشوفه بعيني، خلاص بعرف ان ده جروب ايه، خلاص ده ستريبتوكوكال بايوجين. تمام، وفي برضو في حاجات لاتكس تانية ممكن بنشوفها زي الدفتيريا، قصدي لا سوري مش الدفتيريا، التيفود، تيفود السالمونيلا دي من الحاجات برضو، والبروسيلا دي من الحاجات اللي بنشوفها ممكن بلاتكس، بنقول عليها مالتا والفيدال، الفيدال تيست بتاع التيفود والمالتا بتاعت البروسيلا. تمام، خلاص احنا كده الانتيجين ديتكشن. بعد كده عندنا المولكيولار دايجنوزيس البي سي ار، وده بنستخدمه دايما في الحالات اللي بتبقى سلولي جروينج زي التي بي، ممكن بنستخدمه في اي حاجة صعب ان هي نون كالتيفابل، يعني انا ما اقدرش ان انا اعمل لها كالتشر، ما بتطلعش، زي الكلاميديا مثلا دي نون كالتيفابل، او السيفيليس، الحاجات دي كلها ممكن ادور بقى على النيوكليك اسيد بتاعها بالبي سي ار. تمام، لان هي زي اي اورجانيزم سواء بكتيريا او كله ده عنده فيه نيوكليك اسيد، فانا ممكن ان انا بحط ابقى عارفه ايه اللي سسبكت برضو وبدور عليه، وعلى اساسه بحط البرايمر بتاعي. البرايمر ده بيبقى شورت سيكونس من النيوكليك اسيد، بيبقى كومبلمنتري مع النيوكليك اسيد اللي متوقع ان انا الاقيه في السامبل بتاعتي. بعد كده سيرولوجيكال دايجنوز، ان انا بدور على سبيسيفيك انتي بودي زي الهيباتيتس بي، هيباتيتس بي فيروس، ممكن بشوف الماركر بتاعه، حتى الانتي بودي الهيباتيتس سي، كل الهيباتيتس دي بنقول عليها هيباتيتس ماركر، يعني هيباتيتس سي او هيباتيتس اي، ان انا ادور على الانتي بودي بتاعتها. السيتوميجالو فيروس، الهربز، التوكسوبلازما، كل الحاجات دي ممكن ادور على الانتي بودي بتاعها اللي بنقول عليهم الترش، اللي هو التوكسوبلازما والسيتوميجالو والهربز، كله ده بندور على الانتي بودي بتاعها. طبعا في الانتي بودي يا يعني اما بيبقى في ريسنت انفكشن يا اما في باست انفكشن، حسب اذا كان اي جي ام بنقول ريسنت انفكشن، او اي جي جي بنقول باست انفكشن. لو عندي اي جي جي ولاقي في رايزنج تيتر، يعني ايه رايزنج تيتر؟ يعني ان انا عملت النهارده وطلع عندي بوزيتيف اي جي جي، بس انا
حاسس ان يعني شاكك ان البيشنت ده عنده، لا في فعليا انفكشن، في ساين اوف انفكشن دلوقتي، مش حاجه بس خلاص وعدت. ساعتها بقول له يعيدها تاني بعد اسبوع او 10 ايام، لو لقيت فيه رايزنج يعني التتر بتاعه الرقم اللي طلع لي في اول مره بيعلى اعلى يعني من الاولان، لا معناها ان انا كده في ريسنت انفكشن فعلا. لكن لو انا خلاص عملته هو وعيدته لقيته هو ثابت خلاص زي ما هو نفس القيمه، لا يبقى دي باست انفكشن وده حاجه نوع من الاميونيتي. ده في السيرولوجيكال دايجنوزس. بعد كده السكين تيست. سكين تيست بقى زي ما قلنا احنا الهدف كله ان احنا نوصل لدايجنوزس مظبوط، تمام. فالسكين تيست عندي، المانتوكس تيست دي حاجات كلها اميونولوجيكال، بتعتمد على ان في هايبر سنسيتيفيتي تايب 4 حصلانه، ان انا في انفكشن، الشخص ده عنده انفكشن، فالاميون سيستم قعد اشتغل وكده، وفي انتي بودي موجوده. فمجرد ان لا في نسخه موجوده على التي سيل بتاعته، فمجرد ان اول ما بيحصل ان انا بدخله الانتيجين ده فخلاص بيبدأ يحصل الهايبرسيزيز، واعرف ان في انفكشن عند البيشنت ده. خلاص ايه الامثله بتاعت السكين تيست؟ عندنا المانتوكس تيست فور تي بي، عندنا الفي ام فور ساركويدوزيس، عندنا الفرايز تيست للكلاميديا. فرايز تيست ده من حاجات يعني كنا بنسأل عليها في الشفوي. بعد كده عندكم الهيستوبلازمين، التشيك تيست، وديك تيست فور سكارلت فيفر، تمام. يعني اعرفوا مثال على كل حاجة منهم. يعني لربما انتوا تقريبا عندكم في شفو يعني ممكن تتسألوا فيه، تمام. احنا كده خلاص وصلنا للدياجنوزس. يعني مراجعة سريعة كده، ان احنا اتكلمنا ان احنا عندنا في انفكشن معينة وعايزين نوصل للدياجنوز بتاعها. فاول حاجة قلنا الهيستوري والاكزامينشن بتاعنا، بعد كده اللابوراتوري، قلنا اللابوراتوري اكزامينشن في عندنا الماكروسكوبيك المايكروسكوبيك، بعد كده عندنا الكالتشر، في ان انا بعمل ديتكشن الانتيجين، في مولكولار دياجنوزيس. الخطوات دي زي ما قلنا بنمشي فيها سيستميك. لو انا عارفه زي ما قلنا من البدايه سسبكت ان دي تبقى حاجه فايرال، فانا خلاص انا اكيد مش هعمل مايكروسكوبيك، ومش ها مش هعمل كالتشر، خلاص انا شاك ان دي من البدايه فايرال. عشان كده بنقول الهيستوري مهم جدا، والحاجات اللي الكلينيشن يعني طالبها مهمه جدا. خلاص بعد كده هنبدا ناخد سبيسيفيك انفكشن. يعني انا دلوقتي اتكلمنا عامه الدياجنوز بتاع الميكروبيولوجي هنمشي فيه ازاي، سواء قلنا بكتيريال فايرال فانجل بروتوزوال. هناخد بعد كده سبيسيفيك انفكشن، ويعني انا خلاص عارف ان في مننجايتس، لا في ريسبيراتوري تراكت انفكشن، في يوريا تراكت انفكشن، وعايزه اعرف ايه الاورجانيزم بالظبط اللي عامل لي الحاجه دي، تمام. هنتكلم النهارده عن المنجايتس، والمنجايتس ده وبقيه الحاجات يعني السبيسيفيك انفكشن هنتكلم عليها في محاضره تانية. المنجايتس ده عباره عن انفلاميشن في المنجال شيس، ودي من الحاجات الامرجنسي اللي ممكن بتعمل ديس، فمن الحاجات اللي لازم تتشخص بسرعه. احنا طبعا السامبل بتاعتنا بتبقى عباره عن سي اس اف، بناخده عن طريق اللامبر بانكشر. احنا ككلينيكال باثولوجيست احنا مش بناخد العينه، مش بنسحبها، احنا بتجيلنا السامبل، المفروض تبقى محطوطه في سترايل تيوب، لان احنا هنعمل منها مايكروسكوبيك اكزامينشن، وهيبقى فيه كيميكال اكزامينشن، وفي بعد كده البكتيريولوجيكال اللي هي الكالتشر. فاحنا طبعا زي ما قلنا ان احنا كبكتيريا ما ينفعش ان احنا نشتغل من تيوب كونتامينيتد، فاحنا بتبقى جايه في حوالي 3 تيوبس، ان احنا بنستخدم، ما ينفعش اللي هنعمل منها كيميكال او اللي هنفحصها نعمل لها الميكروسكوبيك والتسمير، ما ينفعش ان احنا ناخدها ونزرع منها بعد كده الكالتشر، لان كده تبقى كونتامينت زي ما قلنا، تمام. المنجايتس بنقسمها لنوعين كبار، سيبتك واسيبتك.
سيبتك من جايس بيبقى البوليمورف النيوكلير سيلز او النيتروفيلز هي الغالب في السامبل، هي الغالب في السي اس اف، ودي بنقول عليها بايوجينيك او بتبقى بكتيريال، سببها بكتيريال. وفي الاسيبتيك بتبقى فايرال او فانجل او بروتوزوال او تي بي. لو احنا بنقول عايزين بكتيريال كوزس للمنجايس يبقى هنحط تبعها تي بي، لكن لو قسمناها لتو كاتيجوريز كبار وقلنا عايزين سيبتك او بايوجينيك مش هنحط تبعها تي بي، تمام؟ لان التي بي بيعمل اسيبتك منجايتس ولكن هو بكتيريا، يعني هي بكتيريا بس بتعمل اسيبتك منجايتس، تمام؟ طيب ايه البكتيريا الكوزس بتاعت المنجايتس زي ما قلنا او البايوجينيك منجايتس؟ اول حاجه عندنا الثري موست كومن كوزس اللي هم النيسيريا منجيتيتس والهيموفيلس انفلونزا والستريبتوكوكس نيموني. دول الموست كومن اورجانيزم اللي بتعمل منجايتس في الادلت، تمام. في عندنا النيونيتال منجايتس زي الجروب بي، جروب بي بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. احنا لو تفتكروا في اللاتكس قلنا ان احنا بنقسمهم يعني حسب الهيموليسيس بتاعها او اللانس فيلد كلاسيفيكيشن، اللي هو قلنا في جروب اي وبي. جروب بي اللي هي الستريبتوكوكاس اجالاكتيا دي بتبقى جروب بي، وهي بتعمل برضو بيتا هيموليسيس، بتعمل كومبليت هيموليسيس على البلاد كالتشر، تمام. ده السبب الرئيسي في النيونيتال منجايس. يليها الايكولاي او الكليبسيل، تمام. ممكن افتر تروما او سيرجري، يعني ممكن حد عنده عمل اكسيدنت او حاجه وفي انفكشن حصل في البرين وفي المنجيز، فده بتبقى في الغالب لو حاجه بكتيريال يعني بتبقى الاستافيلوكوكاي هي اكتر حاجه، والانيروب برضو لو سيرجري يعني حد والووند بتاعه حصل فيه انفكشن ودخل للسي اس اف بيبقى في الغالب الاستافيلوكوكاي او الانيروب هي بتبقى السبب بعد التروما او السيرجري، تمام. قلنا ان في اسيبتيك، الاسيبتيك ده بتبقى فايرال، المين كوز الفايرال بيبقى تبع الانتيرو فايرال فاميلي اللي هم زي الكوكزاكي فيروس، الايكو فيروس، البوليو فيروس، المامز، دول اللي بتبقى فيها الفيرال هو المين كوز. في عندنا فيروس ممكن في السيكول بتاعتها او الكومبليكيشن بتاعتها تعمل منجلس، بس ده مش اساسي يعني فيها، زي الاربو فيروس والسيتوميجالو فيروس، دي اكزامبل ليها، خلاص. الفانجل اشهر حاجه عندنا فيها هي الكريبتوكوكس نيوفولز، تمام. طيب احنا عايزين بقى نشخص ونعرف ايه زي ما قلنا الاورجانيزم وايه سبب المنجايتس اللي عندنا دي. زي ما اتكلمنا ان السامبل دي بتبقى سي اس اف، وطبعا لازم تتاخد اندر كومبليت اسيبتيك تكنيك، و زي ما قلنا التيوبس بتاعها لازم تبقى استرايل، وقلنا اللامبر بنكتشر ده مش احنا اللي بنعمله يعني ككلينيكال باثولوجيست، اللي بتجيلنا احنا السامبل واحنا بقى اللي بنشتغل عليها، خلاص. اول حاجه بنعملها الفيزيكال اكزامينشن او الماكروسكوبيك اكزامينشن، زي ما قلنا بنشوف الاسبكت بتاعها، بنشوفها كلير تربد سلايتلي تربد، بنشوف الكالر بتاعها لو هي يلو ولا بلادي، ولا ممكن نلاقيها زي لون البص كده بنقول عليها يلو شوايت، يعني ابيض كده مصفر شوية، تمام. كل ده زي ما قلنا هيدينا شوية فكرة، يعني في الغالب اللي بتبقى سلايت اللي تربي او تربي يعني بتبقى فيرال، لا اللي بتبقى لونها زي البص كده دي خلاص بنبقى عارفين ان في الغالب بقى. بس زي ما قلنا احنا بنمشي عشان بنشوف ممكن بعد كده في الميكروسكوبيك والكيميكال يبقى زي توقعاتنا او عكس يعني، ماشي. الكيميكال اكزامينيشن بنعمل البروتين والجلوكوز والكلورايد. البروتين عندنا النورمال بتاعه من 20 ل 40 ملي جرام بير ديسيليتر، بيبقى عالي يعني. احنا طب ماشي، احنا نتكلم عن النورمالات الاول، بعد كده هنفصل في كل نوع بنلاقيه عامل ازاي، تمام. الجلوكوز بيبقى عندنا من 40 ل 70، بس الجلوكوز احنا في الغالب لما بتجيلنا عينة سي اس اف عايزين نشخص فيها منجايس بنقول له هات لنا معاها عينة بلاد عشان نشوف البلاد جلوكوز، بمعنى
ان احنا في في البكتيريا المنجايس المفروض ان الجلوكوز بيبقى قليل، ممكن العيان يبقى اصلا هايبوجلايسيميك، وبالتالي هو اللي مقلل مخلي الجلوكوز قليل، مش ان العيان عنده فعليا بكتيريا انفكشن. عشان كده احنا بنقول لو لقينا الامور مش ماشيه مع بعضها بنبقى عارفين ان في حاجه مشكله يعني تانية احنا مش واخدين بالنا منها. عندنا زي ما قلنا الجلوكوز بيبقى التلتين، تلتين تو سيرد البلاد جلوكوز، عشان كده دايما دايما بنطلب مع عينة السي اس اف نقول لهم عايزين نعرف البلاد جلوكوز. تمام، لو في حالة طبعا عشان ده يعني مش سهل يعني، فاحنا بنشوف يعني بعد ما بنشتغل ولقينا الدنيا لا مش ماشية مع بعضها بنقول له لا هات لنا عينة بلاد جلوكوز نشوفه، الأحسن يكون المشكلة ان العيان نفسه هايبوجلايسيميك او ان الجلوكوز عالي يعني، فبيكون العيان دايابيتك او حاجة زي كده. الفلورايد عندنا النورمال بتاعه من 700 ل 740 مللي جرام بر ديسي لتر. بعد كده عملنا الماكروسكوبيك او الفيزيكال والكيميكال السيتولوجيكال او بنقول عليه اللي هو المايكروسكوبيك اكزامينيشن. النورمال سيل كاونت بتاع السي اس اف بيبقى من 0 ل 5 وبيبقى 100% منها ليمفوسايت. احنا بنعد بنجيب الهيموسايتومتر وبنعد عليه وبنشوف الديفرنشال بتاع الخلايا، يعني انا عندي مثلا زي ما قلنا ده 20 او 100 خلية او 1000 خلية، عايزين نشوف السيلز دي هي ليمفوسايت ولا بلومورف عشان نعرف زي ما قلنا دي حاجة فيرال ولا حاجة بكتيريال. تمام، بعد كده البكتيريولوجيكال اكزامينيشن، احنا خلاص عملنا الفيزيكال والكيميكال والسيتولوجيكال. اول حاجة زي ما قلنا هنعمل دايركت سمير ونعمله بالجرام عشان لو هي نيسيريا او نيموكاي هيتبان عندنا طبعا الديبلوكوكاي جرام نيكل ديبلوكوكاي والزين نيلسون لو احنا شاكين ان هي تبي من جايس او بالانديا انك علشان الكريبتوكوكاس نيو فورم. تمام، بعد كده في عندنا زي ما قلنا الدايركت ديتكشن بتاع الانتيجين من ضمن كنا لو تفتكروا الميثود بتاعت الدايجنوزس ان احنا بنعمل دايركت ديتكشن للانتيجين. احنا من جايتس النيسيريا منجيتيتس ممكن برضو نعمل لها الاتكس والستريبتوكوكس زي ما قلنا ممكن الستريبتوكوكس نمونيا قلنا لانس فيلد ممكن نعمل لها برضو لاتكس او كواجوليشن. احنا بنشوف الاجوليشن الاجلوتينيشن بعنينا وخلاص بنقول ده في الغالب كذا على حسب الانتي بودي اللي انا مستخدماها للانتيجين دي. تمام، المفروض ان انا مجرد لو عملت دايركت سمير او عملت دايركت ديتكشن للانتيجين المفروض ان انا ببلغ على طول الكلينيشن وبقول له خد بالك عند كذا كذا ابدأ معاه امبيريكال تريتمنت ما تستناش عليه. إيه ما نستناش يعني، طبعا الكالشر دي بتاخد لها 24 ساعة قبل ما نشوف الجروس وبعد كده بنعمل سنسيتيفيتي، فاحنا المفروض زي ما قلنا دي حاجة امرجنسي ما تستناش، فمجرد ان احنا فحصناه بنديله فكرة مبدئية ان عندك في فيرال ولا بكتيريال ولا تي بي. في حاجة في التي بي اسمها كوب ويب، كوب ويب ده ان هو بيبقى عامل زي الشبكة كده بالفايبرز عاملة بتبقى كاتش كده السيلز الليمفوسايت، فالكوب ويب دي حاجة يعني مميزة عشان لو حد سألكم عليها في شفوي ولا حاجة زي كده. تمام، حاجة مميزة للتي بي من جد. تمام، بعد كده احنا قلنا خلاص لو لقينا في السمير حاجة تقول لنا ده كريبتوكوكس تقول لنا ده تي بي ده تقول لنا ان ده حاجة جرام بوزيتيف او حاجة جرام نيجاتيف حسب ما نشوف وعملنا ديتكشن الانتيجين، خلاص احنا مجرد وصلنا لحاجة سواء رقم 1 او 2 لازم طبعا نبلغ بيها على طول عشان يبدأ ياخد خطوات سريعة في ان هو يديله امبيريكال تريتمنت لغاية ما احنا نكمل بقى الكالتشر بتاعتنا ونشوف هنوصل لإيه. خلاص ده زي ما قلنا احنا النيسيريا ان احنا بنعمل على البلاد على الشوكليت عشان هم في اللص عشان الستريبتوكوكاي، ولو عندنا ستاف هتظهر برضو على البلاد لو عندنا اي تي بي نعمل على الفونشتاين لو احنا سسبكت يعني.
بعد كده بنعمل البي سي ار لو احنا شاكين ان هي فايرال او حاجة كده سلولي جروينج، يعني ممكن نعمل لها زي التي بي مثلا، لو انا شاكك في التي بي انا ممكن اعمل له بي سي ار، يعني تي بي مش شرط ان هو تبقى فايرال يعني، بس هو اللي بعمله بي سي ار. لا، في حاجات بكتيريا زي ما قلنا اتكلمنا ممكن تعمل في السي اس اف تعمل انفكشن وندور عليها بالبي سي ار. البلاد كاشر لان في الغالب لو يعني بعد الستريبتوكوكس نموني مثلا من الحاجات اللي بتبقى في الثروت وبعد كده بتمشي في البلد عشان توصل، فانا ممكن خلال السبتسيميا اللي هي بتعملها دي ممكن انا لو خدت عينة بلاد كالشر اشخص بيها المنجايتس. تمام، سيرولوجيكال اكزامينيشن احنا ممكن بندور على انتي بودي للفيرال زي ما قلنا، ممكن للمامس للكوكزاكي فيروس، كل ده ممكن ادور له على انتي بودي. السيتوميجالو فيروس دي من الحاجات اللي ممكن استخدم فيها سيرولوجيكال لو انا سسبكت، يعني انا ممكن اعمل سيتوميجالو قلنا من الحاجات اللي بتعمل انا حسب ما انا سسبكت ايه الانفكشن اللي عندي بمشي طبعا في الخطوات بتاعتي. تمام، زي ما قلنا احنا عندنا النورمال وعندنا البايوجينيك والفيرال والتي بي، وقلنا ان الفيرال والتي بي ده بيتقال عليه اسيبتك والبايوجينيك ده اللي هو السيبتك. ماشي، احنا الاسبكت بتاعنا في النورمال طبعا بيبقى كلير، وزي ما قلنا البروتين بتاعها 20 لـ40 والجلوكوز بيبقى 40 لـ70 اللي هو تلتين البلاد جلوكوز، والكلورايد 700 لـ740، والسيلز بتبقى 0 لـ5 في السمير طبعا مش هنلاقي حاجه، والكالشر مش هنلاقي حاجه. خلاص، في البيوجينيك منجايس بلاقي العينه تربد، ممكن زي ما قلنا تبقى زي لون الباص، خلاص البروتين بيبقى عالي فيها جدا، الجلوكوز بيقل. فاحنا لو مثلا زي ما قلنا عينه لقيناها ان هي كلير وما فيهاش اي حاجه بس الجلوكوز بتاعها قليل، فانا المفروض ان انا ادور ان انا اجيب عينه بلاد من البيشنت، عينه بلاد عاديه عشان اعرف ده فعليا خلاص كده، ولا ادور تاني ان انا اعمل كالشر اعمل اي خطوه تاني. الكلورايد بيقل برضو في البيوجينيك منجايتس. بعد كده عندنا البوليمورف بتبقى طبعا عالي، ممكن بتعدي 5000 و10000. السمير لو عملناه هنلاقي الكوزيتيف اورجانيزم بالجرام، هنلاقي زي ما قلنا الديبلوكوكاي بتاعتنا، او لو ممكن عادي ستاف او كده هنشوف جرام بوزيتيف كوكاي على حسب. والكالشر برضو هنمشي فيها عادي نلاقي الجروس بتاعي واعمل البايوكيميكال رياكشن بتاعتي اللي توصلني لديفينيت يعني ايدنتيفيكيشن للبكتيريا بتاعتي. تمام، لو هي فايرال بقى من جايس او اسيبتك زي ما بنقول هنلاقيه كلير او سلايد تربد، بنلاقي البروتين برضو عالي بس مش زي البايوجينيك، في البايوجينيك بيبقى عالي قوي. في الجلوكوز بنلاقيه ممكن نورمال، يعني ما مش معناها ان كده مفيش انفكشن يعني مفيش منجايس، ده ما ينفيش. الكلورايد ممكن نلاقيه برضو زي النورمال. الحاجه طبعا الكاركترستيك ان احنا نلاقي الليمفوسايت هي العاليه، يعني بنلاقي الكاونت بتاعنا اكتر من 5 ممكن يبقى بالمئات. وبيبقى لما باجي اعمل له فيلم بعد كده بلاقي وصبغ بلاقي الخلايا عندي كلها ليمفوسايت. السمير طبعا مش هنلاقي فيه حاجه، ولو عملنا كالتشر طبعا هنلاقيها نيجاتيف لان الفيرال مش بتطلع على الاوردينري ميديا بتاعتنا، بتحتاج سيل كالتشر. بعد كده عندنا تي بي من جايتس قلنا كلير او سلايتلي تربت برضو زي الفيرال. هو غالبا الاسيبتك من جايتس بيبقى نفس تقريبا نفس الكاركتر يعني. عندنا بعد كده بنلاقي البروتين عالي، يعني في سواء سيبتك او اسيبتك بنلاقي البروتين عالي، بس في البيوجينيك بيبقى عالي اكتر. يعني الجلوكوز بنلاقيه قلنا في الفيروس بيبقى نورمال، في التي بي من جايت ممكن نلاقيه قليل، والكلورايد برضو بيبقى قليل، وزيه زي اي اسيبتك من جايت طبعا هنلاقي الليمفوسايت هي الغالبه في السامبل بتاعتنا. هنعمل سمير ونصبغه بالزين نيلسون هنلاقي التي بي باسيلاي. الكالشر لو عملنا طبعا كالشر على
على البلاد او المكونكي اللي هي الاوردينال ميديا دي مش هنلاقيها. يعني احنا لازم لو انا سسبكت ان هي تبي او شفتها في الفيلم بتاعي لازم اعمل لها بتاع ده، ازرعها بعد كده على الليفنشتاين. تمام، المنجز كده خلاص واضح. احنا كده خلاص خلصنا الميكروبيولوجيكال دايجنوزيس، وخدنا من الحاجات السبيسيفيك انفكشن اللي هي التي بي منجايس. وبعد كده بإذن الله في المحاضرات اللي جاية هنكمل بقية السبيسيفيك انفكشن عندنا، اليورين تراكت انفكشن والريسبيراتوري تراكت انفكشن. ولو في اي حاجة او استفسار انا معاكم، يعني مفيش مشكلة، ممكن تتواصلوا مع الناس بتاعت الاي تي وكده، وساعتها انا اعرف لو في اي سؤال ولا حاجة بإذن الله نجاوبه مع بعض. تمام، شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم.